وهنا الدب جاي باتجاهنا، ما ادري شو كذا مستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير، حياكم الله من ابهى البهيه. بدايه صلوا على خير البشر محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. عشان لا انسى اسم المكان، هذا المكان اسمه الكاوبوي، او ان شاء الله اني اكون ضبطتها صح. على كل حال يعني كانك انت الان في تكساس لكن فرع ابها. اذا جاي الى ابها وودك كذا بمكان جميل تغير فيه جو، فهذا المكان مكان جميل. اولا الدخول لهذا المكان ب20 ريال للشخص الواحد، ما شاء الله شوفوا. طيب انا على ما يبدو سجلت مقطع طويل واخر شيء انحذف هذا المقطع للاسف. عموما حنعطيكم كذا لقطات على المكان، هذا المكان الجميل ما شاء الله. زي ما تلاحظوا الطواقي، هذه السمة البارزة في هذا المكان. أغلب اللي يشتغلوا في هذا المكان لابسين نفس هذه الطواقي، لأنه هذا المكان يعني بس كذا كأنه يمثل المنطقة هذه أو القبيلة اللي تكلمنا عنها اللي اسمها الكاوبوي. مكان جميل ما شاء الله، عبارة عن أكشاك، جلسات، في جلسات خاصة بالوقت، يعني مثلا تجلس في الأعلى هنا تقريبا الساعة أتوقع ب100 ريال من وقت نزول الطلب. أكشاك عديدة زي ما تلاحظوا منتشرة في المكان، بإمكانه الواحد يعني يتنقل بين هذه الأماكن حتى لو ما اشترى أي شيء. الدخول مثل ما ذكرنا، الدخول ب20 ريال للشخص الواحد، أتوقع الصغار أتوقع مجانا نقول لهم. صراحة المكان والأجواء جميلة، درجات الحرارة أتوقع ما تتجاوز 26 درجة مئوية. في عدة أكشاك وعدة ألعاب، حتى عندهم بيت الرعب هناك، يعني ودنا أنه ندخل لكن نحن جايين نكسب الوقت قبل لا يصير يعني الظلام، فودنا نصور لكم، مع أنه أتوقع يعني في إضاءة موجود فترات المسائية، لكن كمان الضوء مهم. وهنا أحد رجالات الكاوبوي ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافية، ما قصرت والله، يعطيكم العافية، شكرا، يا سلام يا سلام ما شاء الله. وهنا هذه الإطلاق، إطلاق القذائف عندهم، 5 طلقات ب15 ريال و10 طلقات 25، بيت الرعب ب20 ريال اللي هو بيت الرعب اللي هناك، يمكن واحد يدخل طبعا على الشخص الواحد. وهنا عندك اللي هو العالم الافتراضي، أظن بيلبسوك هذه النظارة الذكية، طبعا الواقع الافتراضي 10 دقائق ب20 ريال. مكان جميل زي ما تلاحظوا، جلسات كثيرة على الرغم انه في ازدحام، لكن ما شاء الله في امكانية. وهنا عندهم مسرح ايضا تعرض فيه بعض يعني يمكن مسلسلات اللي هي ديزني او الشخصيات، شخصيات ديزني المعروفة اللي كنا يعني نحن وصغار نتابعها. ما شاء الله شوف الازدحام، في ازدحام كبير على المسرح. وهنا احد رجالات المنطقة او القبيلة، ترى انا جالس اتفلسف يعني، ترى اغلب المعلومات اللي انا جالس اتكلمها كلها من الكيس، ما في شيء يعني موثق ولا بحثت، يعني قلت خليني اتكلم من راسي. شوفوا حتى العربة هذه واللي تركب فيها الناس في الخلف، يعني شفناها قبل كذا بأفلام الكرتون. وهنا ما شاء الله بعض الألعاب المناسبة للأطفال، وهذه علا ما شاء الله جالسة تلعب، أكيد مبسوطة المكان. والله عيننا، هل حترضى تخرج ولا ما حترضى؟ يعني ما شاء الله حطوا اسم البنت هنا وخلاص بتدخل وتاخذ راحتها في المكان. هنا ما شاء الله بيسووا اللي هو الكوكيز. السلام عليكم، هذا كوكيز هذا نفس هذا، كم الحبة هذه؟ 10. ما شاء الله هذه بتسووا على طول هنا، ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. وهذا ايش المشروب هذا؟ لا هذا مو مشروب، ايه هذا حلا حنيني. حلا حنيني معروف ما شاء الله ما شاء الله. وهذا اللي صورناه في بداية المقطع، ما أدري إذا كان موجود ولا لا،
لكن هذا أتوقع الركوب مجاني بدون أي مقابل، اللي بيدخل عادي. ما شاء الله نكمل طريقنا، وهنا أيضا في منطقة للألعاب موجودة. ما شاء الله ركوب الخيول أيضا موجود ومتاح. العيب اللي موجود هنا يعني الموسيقى موجودة للأسف منتشرة في المدخل، حاطين موسيقى، وفي هذه الألعاب أيضا حاطين موسيقى، يعني إلا بالقوة لازم يسمعوا الولد الصغير موسيقى. مشكلة، شايفين هذه الألبسة حتى الأسلحة اللي جيوبهم شفناها كثير، يعني هنا بعض الأكشاك، يعني أغلب المكان مقاهي، أماكن لبيع المأكولات والمشروبات منتشرة في هذا المكان. المكان مثل ما ذكرنا يبعد عن أبها يعني تقريبا حدود 20 دقيقة بالسيارة. وهنا الدب جاي باتجاهنا، ما أدري شو كذا مستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. كنا نتكلم المنطقة أظن قريبة على خميس مشيط، هي ما بين خميس مشيط وما بين أبها، فالمنطقة ما شاء الله أظنها معروفة، وإذا وضعنا رابط المكان إن شاء الله حيسهل لكم الوصول، ونسأل الله التوفيق للجميع. ما شاء الله الألعاب هنا الدخول أظن يمكن مفتوح، 45 ريال للطفل يلعب ما يشاء والوقت اللي يشاء، يعني مفتوح. أتوقع نحن خلاص صورنا يعني جميع المرافق اللي موجودة، يعني إن شاء الله أنه تكون الصورة وضحت بالنسبة لكم. طيب حنصور لكم منطقة الأكشاك، أغلب الأكشاك اللي هنا إما هدايا زي اللي في الأول، أو ملابس وعبايات وشنط نسائية، يعني أشياء نسائية. في هنا هذه السيارات، عربات الأطفال، السعر 25 ريال مفتوح تقريبا، وتدفع تأمين 10 ريال لما ترجع العربة، ما أدري إذا مفتوح ولا هذه من كيسي. نجي لي هنا أكشاك المأكولات، هنا عندهم بانكيك ياباني تجي كذا حبتين، وفيها نكهات يعني معينة تدفعوا عليها، أو يعني حطوا النكهة اللي أنتم محتاجينها. الحبتين ب 36 ريال. السلام عليكم. وهنا عندنا كشك مختص بالمأكولات الشامية، ما شاء الله أكلات. تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. السلام. لا لا ما يحتاج، الله يعطيك العافية، الله يكرمك. ما شاء الله حلاوة الجبن ما جايبينها. ما شاء الله يعطيكم العافية، الله يبارك فيك. هاي الأبئيب، مو الأبئيب، هذه أكلة الأطفال يحبوها عندنا. والراحة، هذه الراحة بالنكهات. ما شاء الله. وهنا عندنا الظاهر بطاطس. ما شاء الله. السلام عليكم. أظن بطاطس هذا. طيب نروح اللي بعده. ترى مو كل الأكشاك أعرف إيش فيها، اللي نقدر نصوره نصوره. الظاهر هذه مأكولات صينية أو يعني يابانية أو شيء. هنا عندنا العصيرات، هنا بطاطس مفرحات يعني وكذا، ومشروبات ونكهات. هناك الظاهر مطبق، مدام في موز وقشطة، فيا معصوب يا أما مطبق، غالبا مطبق زي هذه الأماكن المطبق هو اللي يمشي أكثر. طيب نكمل. هنا البرجر الظاهر، هذا البرجر. وهنا عندنا إيش في عندنا هنا؟ هناك بيت الرعب، هذا ما أعرف، هذا رينجرز الظاهر. رينجرز هذا نادي اسكتلندي الظاهر. هنا عندنا المساج،
مساج تقريبا 20 دقيقة أو كم 10 دقائق بعشرين ريال مساج، 20 دقيقة بثلاثين ريال. وهنا عندنا الركوب ب15 ريال، يعني هذه الألعاب 35 ريال تحط ولدك خليه يلعب مفتوح. هنا يسموها هذه الرامبولين مدري إيش يسموها، تقريبا 15 ريال. يعني الأسعار نوعا ما معقولة. أما موضوع المأكولات والمشروبات بطبيعة الحال أنت في منطقة يعني زي ما يقولوا سياحية، فطبيعي حيكون السعر سياحي. وهذا القطار الركوب أيضا ب15 ريال. المنطقة جميلة جيدة لا بأس فيها.